بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. اليوم راح أكلمكم عن بكتيريا المعدة الحلزونية أو جرثومة المعدة، وهما وجهان لعملة واحدة تختلف الأسماء. أعراض جرثومة المعدة الحلزونية: انتفاخات، لوعة، ترجيع، حرقة بالبطن، نزول في الوزن، انسداد في الشهية، أو في بعض الحالات أنيميا، نقص في الدم. انتقال جرثومة المعدة لحد الآن لم يكن معروف 100%، ولكن ننصح مرضانا دائما بالابتعاد عن الأكل المو مغسول، غسل اليدين قبل إعداد الطعام، وعدم مشاركة الأواني المنزلية مثل الصحن أو المعالق. يتم تشخيصها في بساطة جدا عن طريق تحليل يوريا بريث تيست أو تحليل الخروج عزكم الله، أو في بعض الحالات نستخدم المنظار لأخذ عينة من المعدة، وهذه كلها متوفرة عندنا في مختبراتنا ولله الحمد.